المحافظة عندنا تبنت مشروع استغلال خامات البيئة، وكان من على أول الخامات دي خامة الورق، واشتغلنا بيها مجموعة من الحاجات المفيدة للطلب للطلبة وللولاد. جمعنا عملنا ورشة عمل كده فيها جيراننا وولادي وجيران المنطقة، عملنا بيها شغل فني للولاد، شجعهم ان هم يستغلوا فترة الصيف في عمل مفيد، وفي نفس الوقت بنستغل الخامات اللي موجودة بالنسبة لنا ومرمية طبعا في كل حتة. عملوا بيها أشكال جميلة، خروف مناسب للمناسك بتاعت العيد، ومثلا جامع على شكل جامع لمناسك رمضان، وعملنا برضو أشكال زي فازات وفوانيس للتزيين. وكان من ضمن الأشكال ديت مجموعة من الخامات البسيطة اللي الطلبة بيبتدوا يشبكوا مجموعة من الورق مع بعض عشان يتجونوا مجسمات، ففي نفس الوقت الطلبة بدل ما كانت بترمي الكتب والكراسات بقى استغلناها بشكل مفيد وشكل جمالي، وطبعا استغلال وقت الصيف للولاد، فالحمد لله يعني طلع بناتج جميل جدا حضرتكم هتشوفوه.